اللي هتقف بقى وتاخد موقف مع نفسها تقول لا انا لازم استقر، يبقى عندي راجل في حياتي. كل يوم بقول الكلام ده على فكره، وبصحى الصبح انسى بالليل وانا داخله انام كده بحس بتكوين البيت الفاضي اللي هو مفيش حد نايم جنبك، مفيش بيبي، مفيش اسره، انا قاعده كله اتكل على بابا وماما اتكلوا على الله واخواتي اتجوزوا، فانا مقيم تكوين لوحدي. يعني انت بالليل بس اللي بتفتكري الراجل؟ بالليل بس بفتكره از ان انت عايز تحس بال حد عايش معاكي في البيت، بحد بيتنفس معاك بياكل معاك. قول مثلا انت طول اليوم في الشغل فمش حاسس، بس اول ما تيجي تدخل بقى البيت وتلاقي الصمت والفضا ده بتحس طب حد يقعد يتفرج معايا على التلفزيون يا جماعه؟ بتجنني يعني. طب حد يجي يتفرج معايا على التلفزيون يعني؟ حد يجي ياكل معايا؟ انت بتخافي من الليل؟ بخاف جدا من بالليل. تفضلي صاحيه طبعا طول الليل؟ انا ما انامش الا لما النور بيطلع بعد الفجر، ابتدي احس بالطمانينه. ما اسالنيش ايه بقى الموضوع. ليه بقى؟ ما اعرفش، بحس ان الدنيا ساكته قوي فبحس بخوف. لما تبتدي تدب الحياه واحس الناس صحيت بحس ان انا في امان. لو انت اسمك راجل تحبي يبقى اسمك ايه؟ ايه السؤال الرخم بقى؟ انا مش عايزه ابقى راجل على فكره، انا حابه ان انا ست. ليه؟ بحب خلاص سميه اسم غلس. لا ليه ورق. يعني يطلع شكله رخم. طب عايزاه شكله ايه؟ حلو زي كده يا امير كده ما شاء الله. طول بعرض كده ما شاء الله. لا يعني انا بحب الراجل الحلو عشان تبقى فاهم. بحب جمال الراجل، مش اللي حلو بقى قمر ويطلع احلى مني، لا. يعني بحس بحب الراجل المهندم الشيك المهتم بنفسه اللي شكله حلو. والله جميل، يحب الجمال يعني، مش لازم اشوف واحد مش حاسس بنفسه يعني. بحب راجل حاسس بنفسه. تمام. انا راجل؟ انا راجل. راجل كويس خالص. راجل ملعب. ده راجل. ده شكل راجل؟ إيه؟ اسمي ايه؟ لا ما احنا لسه نختار له شكل ونختار له شخصيه وبتاع. اسمي ايه؟ انا عمري ما فكرت في حاجه زي كده. يعني ايه ده؟ انت شايفه نفسك اسمك ايه لو راجل يعني؟ لو ولد؟ ايه ده؟ عمري ما فكرت في حاجه زي كده. اكتر اسم بتحبيه راجل؟ حسن. حسن. بحب اسم ايه ده؟ حسن. انت حسن. طب حسن شكلك عامل ازاي بقى؟ انت طويل قصير شنب دقن؟ لا ده انا هتعمل ايه في شكلك يعني؟ لا انا مش قصير ومش طويل، انا جسمي حلو. ايه ده؟ انا بحس ان صوتي اتغير صح؟ شنب شويه. اوعى اخرج من هنا عندي شنب. لا انا مش، انا جسمي حلو مهتم بنفسي قوي. والله بتروح الجيم؟ بروح الجيم وهتم بنفسي قوي يعني. لو راجل هتم بنفسي. قص شعرك؟ بتطول شعرك حسب بقى الستايل الجديد ايه. او انا اتغيرت؟ انا حسيت ان انا قلبت صوتي واتعدلت في القعده. انا بقالي ده شاي. انت بتحب الستات؟ ده انا قلت انا لو راجل برضو. انا كلهم قالوا الكلمه دي اصلا من غير يمكن. طب لو انت راجل هتعملي ايه بقى؟ هصعب كل البنات. كل البنات؟ هصعب كل البنات. مش عايزه اجرب احساس. لا مش هتجوز. هتصاحب بس. ممكن تخطب وتسيب. لا مش هخطب عشان مش عايزه اعلق حد يعني. انا هعمل الصح ان انا كده. بتعملي الصح؟ لا. اعمل الصح. اعمل الصح. الله يرحمه. لا هقول لك حاجه يعني، مش هعلق حد ان انا اعشمه بجواز طالما انا مش ناوي على جواز. هو انا حاسه ان انا بقيت ذكر. اتغيرتي كده في الكلام. لا مش ناوي على جواز. مش ناوي على جواز، الكلام اتغير. مين اكتر ست بتعجبك يا حسن؟ نجله بدر. فعلا؟ ايه ده؟ انا بحس ان علاقه باظت. ايه اللي بيعجبك بقى في حسن؟ في نجل؟ طيبه وجميله. لا انا بكلم كأنثى بقى. لا كل حاجه فيها ما شاء الله. بص بنت ايه يعني؟ حافظها انت يا حسن. شفت يعني كل حاجه. اكتر واحده فيها. عارفه كويس او عارف كويس نجله بدر. يعني لا نجله بدر انثى. طب لو خنت نجله هتخونها مع مين؟ لو خنت نجله اخونها مع مين؟ لازم حد بيبقى اجمد من نجله بقى. اكيد يا حسن. اكيد هند رستم طبعا يعني. هو مفيش حد اجمد من نجل غير هند رستم؟ طبعا. طبعا. نحن في وحوش. في وحوش. انت مش شايفه حد خالص؟ والله ده ذوقي يا اخي. انت اتحكم في ذوقي. انا كده راجل ومزاجي كده. ايوه يعني نهاد شريف. نهاد شريف. لا احنا بنتكلم في الجيل الجديد. في الجيل الجديد؟ هقول لك. يعني انت كحسن وانت قاعد بتتفرج على التلفزيون مثلا بيعجبك مين؟ لا كتير اتصور. انا بشوف بنات كتير على موزس. يعني انا بحب شكل نيلي كريم جدا عشان تبقى عارف. ورانيا يوسف بحس انها موزه وسكسي. انت بتقولي انت حسن بتحب الاغراء ويعني يبقى رانيا يعني عايزه بتحب الستات جدا. رانيا يوسف. رانيا يوسف. انا بحب جسمها. جسمها حلو. صح ولا انا غلطانه؟ كايه؟ كونسه جسمها حلو. عندها مواصفات حلوه في تكوينها الجسد. اكيد اكيد اهو. على رايك معايا. على رايك معايا. لا رانيا يوسف تكوينها الجسدي